بسم الله، النهارده هنكمل بقيه درس فهم المغناطيسيه. المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن المغناطيسات وايه الخواص بتاعتها، وعرفنا نتخيل ازاي بتاثر على اي حاجه حواليها عن طريق خطوط المجال المغناطيسي، وعرفنا ايه الخواص بتاعتها، واتكلمنا عن التدفق المغناطيسي وده جزء جاي في الهيكل. طيب النهارده هنتكلم على جزء او فرع جديد من الفيزياء اسمه الكهرومغناطيسيه. ده اكتشفناه ازاي ومعناه ايه؟ كان في واحد بيدرس للطلبه بتوعه اسمه اورستيد. العالم ده عمل ايه؟ العالم ده هو كان بيشرح، كان حاطط على الترابيزه اللي جنبه كده بوصله، وكان حاطط فوقيها سلك. فالبوصله في الوضع الطبيعي بتشير فين؟ الشمال بتاعها بيشير ناحيه الشمال الجغرافي. اتفقنا ان هي في الوضع الطبيعي هتبقى متأثرة بالمجال المغناطيسي بتاع الارض، اللي هو الشمال الجغرافي اللي هو الجنوب المغناطيسي للارض، والجنوب الجغرافي اللي هو الشمال المغناطيسي للارض. فالقطب الشمالي للبوصلة دايما بيشير ناحية الشمال او القطب الجنوبي المغناطيسي للارض. ده في حالة ان السلك ده ما كانش بيمر فيه تيار. المفاجأة كانت امتى؟ لما شغل التيار وبدأ يمر تيار في السلك. ايه اللي لاحظه؟ لاحظ ان ابرة البوصلة انحرفت عن مكانها الطبيعي. طب نفهم من كده ايه؟ يعني ايه الغريب في كده؟ مش احنا متفقين ان البوصلة دي عبارة عن مغناطيس بتتحرك على حسب هي متأثرة بمجال مغناطيسي فين؟ ففي الاول كانت متأثرة بالمجال المغناطيسي للارض، فكان بتشير للشمال. معنى كده ان لما هي انحرفت، فمعنى كده ان في مجال مغناطيسي اقوى من المجال المغناطيسي بتاع الارض اثر عليها، وبالتالي راحت في ناحيته. فنستنتج من كده ايه برضو؟ كل الغريب اللي حصل ان انا شغلت التيار. فافهم من كده ان اي سلك بيمر فيه تيار بيبقى فيه حواليه مجال مغناطيسي، بيولد حواليه مجال مغناطيسي، وهو ده الفرع الجديد اللي بنتكلم عنه اللي هو الكهرومغناطيسية. هو فرع بيربط ما بين الكهرباء والمغناطيسية. فبنقول ان اورستيد حط سلك بيحمل تيار كهربي موازي لإبرة بوصلة حرة الحركة، فلاحظ انحراف البوصلة لتصبح في اتجاه عمودي على السلك، فاستنتج ان التيار الكهربي اللي بيمر في الموصل بيبقى ليه مجال مغناطيسي. ونقدر نشوف ده عمليا عن طريق برادة الحديد. ان انت لو جبت ورقة كده وعملت فيها ثقب وعديت السلك ده منه ووصلت السلك ده بدايرة خارجية، فالتيار هيمشي كده، ونثرت برادة الحديد حوالين السلك، هتلاقي ان برادة الحديد بتترتب على شكل حلقات مغلقة اللي هو شكل الخطوط المجال المغناطيسي. فنفهم من كده ان احنا عندنا نوع جديد من انواع المغناطيسات، وهو المغناطيس الكهربي. باين من اسمه هو المغناطيس اللي بينشأ عند او عن سريان تيار كهربي خلال الملف. يعني افهم من كده ان انا لو عندي مغناطيس بالشكل التقليدي، او ممكن لو عندي سلك ماشي فيه تيار، فده كمان يشتغل كأنه مغناطيس. طيب شكل المجال المغناطيسي في السلك عامل ازاي وبيتأثر بإيه؟ وهل كل السلوك اللي في أي دايرة كهربية بيبقى شكلها واحد سلك مستقيم كده بس، ولا ممكن نلاقي في دايرة كهربية إن السلك جيت وقمت لفه لفة كده فبقى اسمه ملف دائري، ولو جيت وقمت مخلي السلك ده يلف كذا لف فخليته ملف لولبي؟ هل شكل السلوك دي بيفرق في المجال المغناطيسي اللي بينشأ حواليها في حاجة؟ تعالوا نشوف مع بعض. فدول الثلاث أشكال بتوع السلك اللي ممكن يبقوا في أي دايرة كهربية. فأول حاجة شكل المجال في السلك المستقيم بيبقى عامل ازاي؟ بتبقى دوائر متحدة المركز حول السلك. يعني انا عندي السلك اهو، ده المركز بتاعه، فهيبقى
خطوط المجال المغناطيسي اللي بتنشأ حوله بتكون عبارة عن دوائر مركزها كله هو السلك. تمام، بتكون خطوط المجال مزدحمة بالقرب من السلك وبتتباعد كلما ابتعدنا عن السلك. ده معناه ايه؟ فاكرين التدفق المغناطيسي اللي هو عدد الخطوط اللي بتخترق الصفحة او سطح عمودي عليها؟ فكنا قلنا ان كل ما الخطوط بتبقى متقاربة كل ما المجال بيبقى اقوى. فافهم من كده ان المجال بالقرب من السلك بيكون اعلى، وكل ما بعدنا عن السلك كل ما المجال كان اقل او اضعف. طيب احنا دلوقتي عرفنا ان شكل المجال حوالين السلك بيبقى عبارة عن دوائر. طب هل الدوائر دي اتجاهها فين؟ يعني لو جبت مسمار هنا حطيته حوالين سلك بيمر فيه تيار، هل المسمار ده هيتأثر بقوة في الاتجاه ده ولا هيتأثر بقوة في الاتجاه ده؟ او زي ما قلنا المرة اللي فاتت، لو احنا حطينا بوصلة، هل اتجاه الشمال بتاعها هيتأثر بمجال مغناطيسي في الاتجاه ده ولا هيتأثر بمجال مغناطيسي في الاتجاه ده؟ فاحنا لغاية دلوقتي عرفنا ان هو دايرة بس، ولكن بيلف ازاي او اتجاهه ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه عن طريق اول قاعدة اسمها القاعدة الاولى لليد اليمنى. طيب خلونا نتفق على حاجتين في اول المغناطيسية خالص. احنا هيبقى عندنا 3 اتجاهات عمودية على بعض، تعالوا نتفق على مسمياتها وبيبقى شكلها عامل ازاي عشان لما نقولها نعرف نبقى كلنا بنمثل الاتجاه بنفس الوضع. طيب احنا عندنا اعلى واسفل ويمين او شرق ويسار او غرب وشمال او مخترق داخل الصفحة وجنوب او مخترق وخارج من الصفحة. فخلي بالكم انت ممكن يجي في دماغك شمال وجنوب اللي هو فوق وتحت، ولكن لا، فوق وتحت بنقول عليها اعلى واسفل. ده شمال يعني القدام وجنوب يعني الورا، مخترق الصفحة للداخل او مخترق الصفحة للخارج، كل دي مسميات للشمال والجنوب او الاتجاه اللي احنا بنحكي عليه ده. تاني حاجة عايزين نتفق عليها ان الفيديو اللي بيبان عندكم دي ايدي اليمين، هيبان عندكم ان هي ايدي الشمال. فالفيديو كل الفكرة بتاعته ان هو يوضح ليك بس ان انت هتشتغل بايدك ازاي، فطبق على نفسك ونراجع مع بعض الاتجاهات هتبقى عاملة ازاي. طيب القاعدة الاولى اليد اليمنى دي اللي بنحدد بيها اتجاه المجال في سلك مستقيم عبارة عن ايه؟ الابهام بيبقى في اتجاه التيار. فزي ما اتفقنا لو اتجاه التيار لأعلى او اسفل او شمال او جنوب او يمين او يسار، اي حاجة على حسب هشوف الرسمة فين هخلي صباع الابهام يبقى ماشي مع التيار. طيب فين اتجاه المجال؟ صوابع ايدي دي هلفها في اتجاه كف ايدي، هو ده اتجاه المجال. طب تعالوا نشوف، لو انا اتجاه الابهام او اتجاه التيار لاعلى يبقى الابهام لاعلى، وهلاقي ان صوابع ايدي بتلف، قولوا لي بقى مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ خلي بالكم عقارب الساعة عاملة ازاي؟ بتلف كده. طب انا ايدي بتلف كده، يبقى معنى كده انها تبقى اتجاه المجال المغناطيسي عكس عقارب الساعة، زي اللي في الرسمة دي، عقارب الساعة بتبقى ماشية كده، هلاقي ان اتجاه حركة ايدي هيبقى عكس عقارب الساعة كده. طيب ولو عكست التيار، يعني تخيل ان التيار اللي ماشي في السلك ماشي لأسفل، فبقى اتجاه الابهام لأسفل، فبقت صوابعي بتلف ازاي؟ بتلف مع عقارب الساعة. يبقى دي كده اول قاعدة اللي هي قاعدة اليد اليوم القاعدة الاولى اليد اليمنى دي اللي بنجيب بيها اتجاه المجال المغناطيسي حول سلك يمر فيه تيار. الابهام بيبقى في اتجاه التيار، الاصابع بتشير في اتجاه المجال المغناطيسي. طيب الاقطاب الكهرومغناطيسية، يعني احنا اتفقنا ان المغناطيس الجانب اللي بيكون طالع منه خطوط المجال بيكون هو الجانب الشمالي او القطب الشمالي، والجانب اللي داخل فيه خطوط المجال بيكون هو القطب الجنوبي. هل في هنا اي
جانب للسلك؟ لا، ده هي كلها دوائر بتدور حواليه. فمعنى كده ان السلك خطوط المجال بتاعته ما بيبقاش فيه اقطاب مغناطيسيه، ملوش شمال وجنوب من الاخر. طيب شده المجال بتعتمد على ايه؟ شده المجال اللي فيه بتعتمد على حاجتين: مقدار التيار الكهربي، كل ما التيار زاد كل ما شده المجال زادت، والمسافه، كل ما بعدت زي ما قلنا كل لما شده المجال قلت. يبقى العلاقه عكسيه، كل ما المسافه تزيد او البعد عن السلك يزيد المجال المغناطيسي يقل، وكل ما التيار يزيد كل ما المجال المغناطيسي زاد. طب ايه العوامل اللي بيعتمد عليها اتجاه المجال؟ يعني ايه اللي بيغير لاتجاه المجال؟ زي ما شفنا اتجاه المجال بيتغير فقط باتجاه التيار، لو اتعكس اتجاه التيار هيتعكس اتجاه المجال المغناطيسي زي ما شفنا. طب تعالوا نشوف النوع التاني من الاسلاك. لو انا جبت السلك المستقيم ده خليته دايرة، فهل هتكون خطوط المجال بتاعته مختلفة؟ فبنقول اه، شكل خطوط المجال هتبقى دوائر متحدة في المركز حول كل سلك. يعني انا عندي سلك الناحية ده وعندي سلك الناحية ده، هيبقى كأنهم سلك منفرد عادي زي ما اتكلمنا قبل كده. فخطوط المجال حوالين كل سلك هتبقى دوائر متحدة في المركز حول كل سلك، بتخرج من احد الوجهين وتدخل في الوجه الاخر، لكن في المركز بتكون منتظمة وفي اتجاه واحد. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نطبق نفس قاعدة اليد اليمنى عشان نشوف اتجاه المجال في الملف الدائري بيبقى عامل ازاي. طيب تعالوا على السلك اللي على الشمال ده، التيار دلوقتي رايح فين؟ التيار دلوقتي رايح من الأسفل لأعلى، يبقى الإبهام لأعلى، فهلاقي خطوط المجال المغناطيسي عكس عقارب الساعة. يبقى فعلا زي ما هو رسم هنا، خطوط المجال الناحية دي هتبقى عكس عقارب الساعة كده. طيب التيار لف 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 وهنا نزل، فمعنى كده ان السلك الناحية التانية الإبهام لأسفل، فهلاقي صوابع ايدي بتلف مع عقارب الساعة، فهلاقي ان خطوط المجال بالشكل ده كده. فعشان كده بنقول ان بيبقى ليه وجهين. تخيل لو انت واقف الناحية دي وقلت لك اوصف لي خطوط المجال في الملف ده، هل هي يعني لو انت قدامك الملف كده وعندك قلنا السلك ده خطوط المجال عاملة كده والسلك ده خطوط المجال عاملة كده، فوانت واقف الناحية دي هل خطوط المجال داخلة في وشك ولا داخلة الناحية التانية، داخلة وخارجة من الناحية التانية؟ فهتبقى داخلة من عندك وخارجة من الناحية التانية. طب لو انت وقفت الناحية التانية وفي ملف فقلت لك اوصف لي خطوط المجال، هتقول لي ان هي طالعة ناحيتي، وبالتالي لو انت واقف هنا هتشوف ان خطوط المجال داخلة في الوجه ده، ولو انت واقف هنا هتلاقي ان خطوط المجال خارجة من الوجه ده. طب اتفقنا ان الوجه اللي بتدخل فيه خطوط المجال بيبقى قطب جنوبي، والوجه اللي بتطلع منه خطوط المجال بيبقى قطب شمالي. فعشان كده بنقول ان بتخرج من احد الوجهين وتدخل في الوجه الاخر، دي خطوط المجال. وبنجيب اتجاه المجال ازاي؟ بنفس قاعدة اليد اليمنى اللي احنا استخدمناها، مرة هنستخدمها والابهام لفوق ومرة والابهام لتحت. فهنا بقى عندي قطبين، زي ما قلنا القطب الشمالي هو القطب اللي بتخرج منه خطوط المجال اللي هو اتفقنا ان هو هيبقى الناحية التانية، والقطب الجنوبي اللي هو ناحيتنا لان خطوط المجال كانت داخلة فيه. طيب شدة المجال في الملف الدائري بتعتمد على ايه؟ برضو نفس الكلام، مقدار التيار كل لما بيزيد كل لما شدة المجال تزيد. عدد لفات الملف، تخيل ان جبت ملف ولفيت كذا لف وكل واحد ماشي فيه تيار، مش كل واحد هيعمل لي مجال حواليه، وبالتالي كل لما بزود عدد اللفات كل لما هزود عدد خطوط المجال اللي في نفس الاتجاه، وبالتالي هيزود او هيقوي المجال الكلي.
فكل ما زاد عدد لفات الملف فكل لفة بتضيف مجالها لمجالات اللفات الأخرى وبتكون في نفس الاتجاه، فعشان كده كل ما زادت عدد اللفات كل ما زاد شدة المجال المغناطيسي. نوع مادة القلب يعني ايه؟ يعني لو جيت في وسط الملف ده وقمت حاطط هنا قالب من الحديد، هل ده هيأثر لي على قوة المجال المغناطيسي؟ فبنقول اه. دلوقتي مش احنا قلنا ان الحديد ده قابل للمغنطة، فلما بيعدي فيه خطوط مجال مغناطيسي مش هو هيبقى مغناطيس واخد نفس الاقطاب، يعني هيبقى هنا جنوبي وهنا شمالي، وبالتالي هيزود لي المجال المغناطيسي الكلي. فبنقول ان نوع مادة القلب بيزداد شدة المجال المغناطيسي باستخدام مادة نفاذيتها المغناطيسية كبيرة زي الحديد، لأن المجال المغناطيسي هيولد مجال مؤقت في القلب هيضاف للمجال الملف نفسه، وبالتالي هيقوى المجال الكلي. ونص قطر الملف الدائري، كل ما زاد نص القطر كل ما قل شدة المجال، يعني العلاقة بينهم علاقة عكسية، يعني الملف ده شدة مجاله أعلى من الملف ده، كل ما زاد نص القطر كل ما قل شدة المجال. طيب هل اتجاه المجال فيه بيعتمد على حاجة؟ اه، هي اتجاه التيار. يعني لو عكست اتجاه التيار، بدل ما هو داخل من هنا خارج من هنا، خليته داخل من هنا خارج من هنا، وبالتالي هينعكس اتجاه المجال في الاتنين، فهيبقى ده قطب شمالي والناحية التانية هيبقى قطب جنوبي. طيب النوع التالت من السلوك اللي هو الملف الحلزوني، تعالوا نشوف كده في الملف ده. الملف ده التيار داخل من هنا، وبالتالي شايفين اللفة اللي ورا دي، التيار طالع لفوق، فلو استخدمنا قاعدة اليد اليمنى التيار طالع لفوق، فهلاقي ان المجال المغناطيسي عكس عقارب الساعة، فهلاقي في كل اللفات اللي ورا اللي التيار طالع فيها لفوق هلاقي ان هي عاملة لي خطوط مجال مغناطيسي عكس عقارب الساعة، وقدام بلاقي ان التيار جاي من ورا لقدام، فقدام نازل، فلما التيار يبقى نازل هلاقي ان هو عامل مجال مع عقارب الساعة. فاحنا شفنا الشكل ده فين قبل كده؟ زي المغناطيس، لو انا عندي مغناطيس فبيبقى فيه جنب خطوط المجال طالعة منه وجنب تاني خطوط المجال داخلة فيه، فافهم من كده ان هو ليه قطبين، ده قطب شمالي وده قطب جنوبي. طب هو هقعد بقى اعمل قاعدة اليد اليمنى على السلوك اللي ورا والسلوك اللي قدام عشان احدد القطبين فين؟ فقال لك لا، انت ممكن هنستخدم القاعدة الثالثة، القاعدة الثانية لليد اليمنى. يبقى القاعدة الاولى الابهام في اتجاه التيار، ايدي في اتجاه المجال. القاعدة الثانية بعمل ايه؟ بشوف اتجاه التيار ماشي في الملف اللولبي ازاي وامشي معاه، يعني التيار هنا ماشي ازاي، جاي من تحت وجاي من ورا ونازل ناحيتي، فهمسك كأني ماسك الملف مع اتجاه التيار، يبقى اتجاه حركة ايدي مع اتجاه التيار جاي من ورا ونازل قدام، فاتجاه الابهام هيشير في اتجاه القطب الشمالي، فده اللي احنا استنتجناه برضو. لو انت مسكت زي مع التيار كده هتلاقي ان القطب الشمالي في اتجاه اليمين، وده فعلا اللي احنا استنتجناه بقاعدة اليد اليمنى. طب تعالوا نعكس الموضوع، لو التيار الموجب هنا والسالب هنا، فهو داخل من هنا وخارج من هنا، فإيه اللي هيحصل؟ هيبقى في اللفات اللي قدام دي طالع ومن ورا التيار نازل، يعني همسكه ازاي؟ يبقى التيار من الناحية اللي قدامي طالع ونازل من ورا، فهمسك الملف اللولبي كده، فهلاقي اتجاه الإبهام بيشير في اتجاه القطب الشمالي، فهلاقي ان القطب الشمالي اتعكس. فبنقول ان شكل المجال بيكون خارج الملف بيشبه المجال الناتج عن قضيب مغناطيسي دائم.
ان هو خطوط المجال طالعه من الشمال للجنوب، وداخل ملف بيكون على شكل خطوط متوازيه بالقرب من محور الملف. طب بنجيب اتجاه المجال ازاي؟ بنسهل على نفسنا باستخدام القاعده الثانيه، ان انا كاني بمسك الملف بالايد اليمنى بحيث تدور الاصابع في اتجاه التيار الاصطلاحي من الموجب للسالب، فهلاقي ان الابهام يشير في اتجاه القطب الشمالي. وبالتالي قلنا ان بيبقى فيه قطبين، قطب شمالي بتخرج منه الخطوط المجال، وقطب جنوبي بتدخل فيه خطوط المجال. طيب ايه اللي بيعتمد عليه مقدار المجال؟ نفس الكلام، شدة التيار طردي مع خطوط مع مقدار المجال، عدد اللفات طردي، نوع مادة القلب طردي، وطول الملف الحلزوني. كل ما زاد طول الملف كل ما قلت شدة المجال. وبرضو بيعتمد اتجاه المجال المغناطيسي على اتجاه التيار، زي ما شفنا لما احنا عكسنا اتجاه التيار فانعكس خطوط اتجاه المجال، وبالتالي انعكس القطبين. فكده خلصنا اول درس. تاني درس تعالوا نقول الحاجات المهمة اللي فيه، هو التطبيق على القوى المغناطيسية. دلوقتي لو انا عندي سلك محطوط في مجال مغناطيسي، والسلك ده بيمر فيه تيار، فبالتجربة لقينا ان السلك ده بيتعرض لقوة. يعني لو انت جبت سلك بالشكل ده بيمر فيه تيار في الاتجاه ده وحطيته في مجال مغناطيسي، احنا عارفين المجال بيتجه منين لفين، بيتجه من الشمال للجنوب، فهتلاقي ان السلك ده بيتأثر بقوة في اتجاه معين. فدلوقتي عايزين نعرف ايه القوة اللي بتأثر على سلك بيحمل تيار. يبقى اول حاجة استنتجناها ان لما بتحط سلك بيحمل تيار في مجال مغناطيسي بيتولد على السلك قوة عمودية على اتجاه كل من التيار والمجال. طب بنحدد اتجاه القوة ازاي؟ احنا لغاية دلوقتي اخدنا قاعدتين لليد اليمنى. اشتغل معايا بقى، انت اول مرة هتشتغل بايدك اليمنى في حياتك بالكثافة دي. فهنلاقي ان القاعدة الثالثة اليد اليمنى بتقول ايه؟ احنا دلوقتي بنقول ان عندنا اتجاه تيار واتجاه مجال واتجاه قوة، واتجاه القوة بيبقى عمودي على اتجاه الاتنين، وبالتالي هنستخدم التلات اتجاهات اللي احنا قلنا عليهم في الاول. طيب فالقاعدة التالتة اليد اليمنى بتقول ايه؟ ان صوابع ايدك في اتجاه المجال المغناطيسي، الابهام في اتجاه التيار اللي ماشي في السلك، هتلاقي كف ايدك بيشير في اتجاه القوة اللي هتأثر على السلك. بمعنى لو احنا شفنا الشكل ده، اتجاه المجال رايح منين لفين؟ رايح من الان للاس، هنعتبر ان ده اتجاه الشرق، واتجاه التيار هنعتبر ان هو داخل جوه الصفحة يعني شمال. فاتجاه المجال لليمين واتجاه التيار ماشي لقدام للشمال، فهلاقي ان القوة اللي بتأثر على السلك للأسفل، فهلاقي ان السلك بيتحرك للأسفل. طب تعالى نغير اتجاه التيار، فبرضو اتجاه المجال لليمين واتجاه التيار بقى ناحيتي، بقى جاي علينا ناحية الجنوب، فهلاقي ان اتجاه القوة بيأثر للأعلى، فهلاقي ان السلك ده هيتأثر بقوة للأعلى. فالقاعدة التالتة اليد اليمنى بتقول ايه؟ فدلوقتي عندنا قاعدتين الاولانيين بنجيب بيهم اتجاه المجال المغناطيسي، القاعدة التالتة ثبتها في دماغك ان هي بنجيب بيها اتجاه القوة. صوابعك في اتجاه المجال، ابهامك في اتجاه التيار، كف ايدك هيديك القوة اللي بتأثر على السلك. زي هنا المجال رايح ناحية الشمال، فهنعمل ايدينا ازاي؟ قلنا الشمال مش فوق، الشمال قدام، والتيار ماشي ناحية الشرق، فهخلي الابهام ناحية الشرق، فهلاقي كف ايدي بيشير فين؟ لأعلى، فده اتجاه القوة اللي هيأثر على السلك اللي لما احطه في المجال المغناطيسي ده. طيب فاحنا كده جبنا اتجاه القوة اللي بتأثر على السلك لما بحطه في مجال مغناطيسي. طب مقدار القوة اللي بتأثر عليه اجيبها ازاي؟
من قانون F بتساوي لب ساين سيتا. عارفين اللب والفول الأزازة؟ فافتكروا إن القوة اللي بتأثر على سلك بيحمل تيار موضوع في مجال مغناطيسي بتساوي لب ساين سيتا. إيه اللب دي؟ ال هو طول السلك الواقع في المجال بالمتر، والآي هو شدة التيار اللي ماشي في السلك بالأمبير، والبي هو مقدار المجال المغناطيسي وبيتقاس بوحدة جديدة اسمها التسلا، والثيتا دي عبارة عن ايه؟ هي الزاوية المحصورة بين المجال والسلك. يعني انت هنا محرك السلك بزاوية عمودية على المجال، انت ممكن او ممكن تحط السلك بحيث ان هو يكون بالشكل ده. فالزاوية المحصورة ما بين السلك وما بين المجال هي دي الزاوية سيتا. طيب فبنقول ان شدة المجال المغناطيسي بتقاس بوحدة التسلا. طب التسلا بتكافئ ايه؟ لو مش عايزك تحفظها تفتكرها ازاي؟ التسلا يعني انا عايز اجيب البي لوحدها في طرف، فهتبقى اف على ال في الاي، والساين سيتا ملهاش وحدة. طيب فالاف بتتقاس بالنيوتن، والال بتتقاس بالمتر، والاي بتتقاس بالامبير، يبقى الواحد تسلا بيكافئ 1 نيوتن لكل متر في امبير. طيب امتى تكون القوة المؤثرة على سلك بيحمل تيار موضوع في مجال مغناطيسي اكبر ما يمكن؟ طيب لو تفتكروا كنا قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده في السنين اللي فاتت ان الساين سيتا دي لو انت جبت ساين اي زاوية في الدنيا هيطلع لك ما بين الزيرو والواحد. جرب كده، اقعد مع نفسك اكتب ساين اي زاوية في الدنيا هيطلع لك قيمة ما بين الصفر والواحد، مش هيطلع لك اكبر من كده ولا اصغر من كده. طيب اصغر من كده هيديك بالسالب، فالسالب ده اللي هو بيبقى مشير لاتجاه القوة، ففي الاخر هو بيبقى ما بين الزيرو والواحد كقيمة. فمعنى كده ان اكبر قوة هتنتج لما يكون الساين سيتا بواحد. طب امتى يكون الساين سيتا بواحد؟ تعالوا نشوف. لو احنا قلنا ايه الزاوية اللي الساين بتاعها بواحد، يعني شفت ساين واحد بكام؟ ب90. فهنلاقي ان لما السيتا تكون ب90 ساين سيتا بواحد، فالاف هتساوي ال اي بي، ودي هتبقى اكبر قوة مؤثرة على السلك. فلما يكون السلك متعامد مع المجال المغناطيسي بتكون القوة أكبر ما يمكن، لأن السيتا ب90 وساين 90 بواحد، فالإف هتساوي لب. طب إمتى هتكون أصغر ما يمكن؟ لما تكون الساين سيتا دي بصفر. وإيه الزاوية اللي الساين بتاعها بصفر؟ شفت ساين صفر هلاقيها بصفر. يعني إيه الزاوية بصفر؟ يعني متوازيين. يعني لو أنا عندي السلك او التيار في الاتجاه ده واتجاه المجال في نفس الاتجاه او عكس الاتجاه، ان هو بيوازيه، فسواء صفر او 180 هلاقي ان في الحالتين الساين بزيرو. فلما الساين يبقى بزيرو، زيرو في اي حاجة بزيرو، فالاف هتبقى بزيرو. فلما بيكون السلك موازي للمجال المغناطيسي بتكون القوة بصفر، لأن الساين ساعتها السيتا بصفر وساين صفر بصفر، فالقوة بتكون بصفر. فإيه العوامل اللي بتعتمد عليها مقدار القوة المؤثرة في سلك بيحمل تيار موضوع في مجال مغناطيسي؟ هاتها من القانون الإف بتساوي لب ساين سيتا، فمقدار التيار والإل والبي والثيتا وكلهم بتتناسب معاهم تناسب طردي. يعني لو زودت طول السلك الواقع في المجال هيزود لي القوة المؤثرة على السلك، وكذلك الاي والبي والزاوية. طيب عندنا تطبيقين هنقولهم سريعا على القوة المتولدة في سلك. العلماء لما توصلوا للعلاقة ما بين الكهرباء والمغناطيسية
قالوا يروقوا على البشرية شوية، فتعالوا نعمل لهم ايربودز وسماعات يسمعوه فيها. طب ايه الفكرة بتاعت السماعات؟ هو جهاز بيحول الطاقة الكهربية لطاقة صوتية. ازاي؟ بتتكون، لو انت جبت السماعة الايربودز بتاعتك كده وكسرتها وعشان تذاكر فيزياء فطبعا هتروح في داهية. فهي بتتكون من ايه؟ هتلاقي اول حاجة عبارة عن حاجة زي الطبلة او غشاء رقيق كده، ووراها زي طارة من الألمونيوم، ووراها سلك، ووراها مغناطيس، والسلك ده مرتبط بدايرة كهربية. ايه الدايرة الكهربية دي؟ اللي هو الموبايل او الام بي 3 او ايا كان. الموبايل او الام بي 3 بيحول الصوت لتيار كهربي، يعني لو واحد صوته ضخم فهتلاقيه بيحول الصوت الضخم لتيار شدته عالية، ولو حد صوته رقيق فهيبعت تيار منخفض. طيب فايه اللي بيحصل؟ بكل بساطة لما التيار بيمشي كده فهيمشي في الملف ده، فبدون الخوض في تفاصيل هنعمل عليه نفس اللي طبقناه في الملف الدائري. فمرة هيكون الوجه اللي ناحيتنا ده هيكون شمالي، والوجه اللي هناك ده هيكون جنوبي، وانا حاطط مغناطيس ورا هنا مثبته، وليكن مثبت القطب الشمالي. فايه اللي هيحصل؟ هيحصل تجاذب ما بين القطب الجنوبي للملف اللي اتكون والقطب الشمالي بتاع المغناطيس، فيحصل انجذاب، فهلاقي ان السلك هينجذب، والسلك ده متثبت على الطبلة دي، فهلاقي الطبلة بتهتز لورا. الموبايل او الام بي 3 بيغير اتجاه التيار على حسب الصوت، يعني هلاقي ان هو كل شوية بيغير اتجاه التيار. فهيحصل ايه؟ لما هنغير اتجاه التيار هيتغير اتجاه الاقطاب، فهيبقى ده القطب الجنوبي والقطب اللي هناك هو القطب الشمالي. فايه اللي هيحصل ما بينهم؟ هيحصل تنافر، فالسلك ده هيتحرك لورا وهو متثبت على الطبلة، فالطبلة هتهتز للخارج. وكذلك مع كل صوت بيتغير التيار، وبالتالي بتتغير حركة السلك، وبالتالي بتتغير حركة الطبلة، فاهتزاز الطبلة ده بيعمل لي ذبذبات في جزيئات الهواء هي اللي بتوصل لي على هيئة أصوات. فبنقول إن مشغل الموسيقى أو الموبايل بيرسل تيار متغير الشدة والاتجاه، متخيل كم مرة في الثانية؟ 40 لـ40 ألف مرة في الثانية. يعني كل البروسيس اللي قلناها دي بتحصل 40 لـ40 ألف مرة في الثانية. مع كل ذبذبة في الصوت هو بيغير اتجاه وشدة الصوت على حسب طبقات الصوت، فبيغير اتجاه وشدة التيار. فده بيعمل ايه؟ بيؤدي لتوليد مجال مغناطيسي متغير الاتجاه في الملف. فهيعمل ايه؟ هتتغير قوة التجاذب والتنافر بينه وبين المغناطيس الدائم، وبالتالي يندفع للأمام والخلف، وتؤدي الحركة دي لاهتزاز المخروط وإنتاج موجات صوتية. طيب كهربي ممكن نبقى نشرحه في الفيديو الجاي، نقول عنه هنت كده لأن موضوع كبير شوية. آخر حاجة عندنا في الوحدة ديت هي حاجة مش جديدة. مش احنا بنقول لو انا حاطط سلك ماشي فيه تيار في مجال مغناطيسي فهيتأثر بقوة؟ فكل الفكرة اننا هنشيل الاي دي، وهنقول ان التيار ده عبارة عن شحنات ماشية بسرعة، فبرضه هتتأثر بقوة. بس كده بس كده. فبنقول لما بتتحرك شحنة في مجال مغناطيسي بسرعة V، بتتولد على الشحنة قوة مغناطيسية بتكون عمودية على كل من اتجاه السرعة واتجاه المجال. طب بنحدد مقدار القوة ازاي؟ قانون جديد، ال F مش هنقول ان هي بتساوي لب ساين سيتا. ليه؟ احنا قلنا عايزين نشيل ال I ونحط مكانها Q و V. هعملها ازاي؟ تعالوا نستنتجها سريعا. مش احنا عارفين ان ال I بتساوي Q على T؟ طيب يعني لو انا عندي دلوقتي شحنة ماشية بسرعة معينة
في سلك طوله L، فأعرف أجيب الزمن اللي هي هتمشي فيه المسافة دي. عارفين إن السرعة بتساوي المسافة اللي هو طول السلك على الزمن، فالزمن هيساوي ال L على ال V، وبالتالي هشيل ال T دي وأحط L على ال V اللي هي هتطلع فوق، وهشيل ال I من لب ساين سيتا وأحط كيو في على ال، هلاقي ال راحت مع ال ال، فهيطلع لي القانون الجديد اللي هو كيو في بي ساين سيتا. يبقى القوة اللي بتأثر على جسيم مشحون بتساوي شحنة الجسيم، وخليك فاكر ان احنا هنا هنستخدم شحنة الالكترون والبروتون تبقى عارفها، وسرعة تحرك الجسيم بالمتر على الثانية، ومقدار المجال بالتسلا، والزاوية المحصورة ما بين المجال واتجاه حركة الشحنة. فبنجيب اتجاه القوة اللي بتأثر على الشحنة ازاي؟ باستخدام القاعدة الثالثة اليد اليمنى اللي احنا قلناها عادي، صوابعك في اتجاه المجال، ابهامك في اتجاه حركة الشحنة الموجبة، خلي بالك من الكلمة دي، هتلاقي كف ايدك بيدل على اتجاه القوة المؤثر على الشحنة. فخلي بالك لو دلوقتي جاب لك مثلا مثال زي المثال رقم 2 ده، وده جاي في الهيكل، بيقول لك شعاع من الالكترونات بيتحرك بالسرعه كذا عبر مجال مغناطيسي كذا بزاويه قايمه، ما مقدار واتجاه القوه التي تؤثر على كل الكترون؟ فهنطبق نجيب مقدار القوه من كيو في بي ساين سيتا. الكيو هو بيقول لي مؤثره على الكترون، فبتساوي 1.602 في 10 سالب 19، والفي مدهاني والبي مدهاني، وبيقول لي قايمه على المجال، يبقى السيتا ب90 يبقى ساين 90 بواحد، فجبنا القوه عادي. طيب اتجاه القوة المؤثرة على الإلكترون أجيبها إزاي؟ طيب إحنا هنعبر عن المجال المغناطيسي، هيعبر لك عن المجال المغناطيسي في المسائل عن طريق نقط أو إكس وأو. الإكس دي بتمثل إيه والأو بتمثل إيه؟ عارفين السهم ده بتاع الناس بتوع زمان؟ فتخيل معايا دلوقتي لو السهم ده رايح، لو انت بترميه على واحد، فاللي هيبان لك من هنا مش هيبان لك ظهر السهم، وظهر السهم ده عامل ازاي؟ مش اللي هو عبارة عن اكس، وبالتالي لما تلاقي اكس فتتخيل ايه؟ تتخيل ان خطوط المجال مخترقة الصفحة للداخل. طب تخيل لو واحد بيرمي عليك سهم، فانت شايف من هنا ايه؟ شايف نقطة. فتخيل لو رسم لك نقط، يبقى ده معناها ان خطوط المجال مخترقة الصفحة وداخلة على وشك. طيب فتعالوا نرجع للسؤال ده تاني. احنا دلوقتي عندنا خطوط المجال نقط، فافهم من كده ان اتجاه المجال متجه نحوي، ومديني الفي ان هي ناحية اليمين، فالابهام هيبقى ناحية اليمين، فاتجاه القوة المؤثرة على الشحنة هتبقى فين؟ هلاقي كف ايدي متجه لأسفل، الابهام لليمين وصوابع ناحيتي، هلاقي الكف ايدي للأسفل. ولكن خلي بالك القوة اللي بنجيبها باستخدام القاعدة دي هي القوة اللي بتأثر على الشحنة الموجبة، وبالتالي انا هنا عايز القوة اللي بتأثر على الالكترون، وده شحنة سالبة، فهيكون في عكس الاتجاه، فالقوة اللي هتأثر على الالكترون هنا هتبقى فيه للأعلى. فخلي بالكم من النقطة دي. لإيجاد اتجاه القوة المؤثرة على الجسيمات المشحونة بشحنة سالبة كالالكترونات، بنطبق قاعدة كف اليد اليمنى، واتجاه القوة بيكون معاكس للاتجاه اللي انت جبته. فخلي بالك لما يقول لك عايز القوة المؤثرة على الكترون أو شحنة سالبة موجودة في المجال، بتستخدم قاعدة اليد اليمنى عادي، ولكن هتعكس الاتجاه اللي طلع لك في الآخر. هنكتفي بالقدر ده النهاردة. ممكن ننزل فيديو صغير نشرح فيه فكرة المحرك، ونشرح فيه فكرة كده مهمة، لما سلكين يمر فيهم تيار في نفس الاتجاه وعكس الاتجاه إيه اللي بيحصل فيهم. يا رب تكون الأمور مفهومة، واشوفكم على خير.